السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي من جديد، وفي فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة صدقوني هي من أروع ما يكون، وبدون مبالغة هي بمثابة بوتوكس طبيعي للحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة كالخطوط الرفيعة والدقيقة حول الفم، العينين وكذا الجبهة. عاد عن ذلك فهي تعمل على تصفية البشرة من البثور والحبوب، خاصة منها الدهنية. إذن وقبل أن نتعرف على الوصفة كالعادة، أدعوكم للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس إذا أعجبكم هذا الفيديو. طبعا أتمنى ألا تبخلوا علي بدعمكم، لايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة. إذن أخواتي، على بركة الله، وكأول مكون نحتاجه في الوصفة سنحتاجها هنا إلى الطين الأخضر المطحون. فبطبيعة الحال تجدونه عند العطارين أو بائعي الأعشاب، إما يكون على شكل حجارة بإمكانكم طحنها بأنفسكم ويكون أفضل، أو يتوفر معلب ومطحون أو ما يعرف كذلك بالغسول، وهذا هو. فبالنسبة إلى الطين الأخضر أساسا يعرف بأنه مناسب أكثر لذوات البشرة الدهنية، أما ذوات البشرة الجافة يناسبهم الطين الأبيض. ولكن في هذه الوصفة تحديدا سنستعمل الطين الأخضر لكل أنواع البشرة. إذن ها هنا نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الطين الأخضر. صحيح اسمه طين أخضر، ولكن لونه يميل إلى اللون الرمادي، أو سأضاعف قليلا، تقريبا ملعقة ونصف. أما بالنسبة إلى المكون الثاني في الوصفة فسنحتاج إما إلى الياغورت الطبيعي الزبادي، ومن الأحسن لو يتوفر لديكم الجبن الطازج مثل هذا أو أي نوع كان متوفر. فبالنسبة إلى الكمية نقوم بإضافة تقريبا نصف ملعقة كبيرة، هذا القدر سيكون كافي بالنسبة للوصفة. وأخيرا كآخر مكون في هذه الوصفة سنحتاج كذلك إلى عصير الخيار. هذا المكون مهم جدا ولا غنى عنه نظرا لفوائده العظيمة جدا على البشرة، يفتح يبيض البشرة ويهدئ من تهيجات البشرة، ويعمل كذلك على إعطائها انتعاش ومرونة أكثر. فنأخذ تقريبا ربع حبة خيار، نقوم بتنظيفها جيدا، ومن ثم نقوم ببشرها في المبشرة الناعمة بقشورها. فبالنسبة إلى الكمية نقوم بإضافة كمية غير محدودة إلى غاية ما نتحصل على قوام يكون كريمي يمكن توزيعه على البشرة بشكل سهل جدا. ولكن أخواتي أريد أن أنبه عليكم فقط أنه بعد استخلاص عصير الخيار أنصحكم ألا تتخلصوا من قشور الخيار، فبإمكانكم الاحتفاظ بها وتجفيفها على الشمس واستعمالها في وصفات لاحقة كمقشر طبيعي رائع جدا. إذا نقوم بخلط كل شيء مع بعض إلى غاية ما نتحصل على قوام مناسب. إذن أخواتي، إلى حد هنا بإمكانكم أن تلاحظوا القوام الذي نتحصل عليه يكون قوام ثقيل نوعا ما. ونأتي الآن إلى أهم نقطة وهي طريقة الاستعمال، وكأول خطوة أركز عليها دائما وهي تنظيف البشرة بماء دافئ لفتح المسام، ومن ثم نقوم بتجفيفها جيدا من الماء. ونأتي الآن إلى تطبيق الخلطة، نقوم بتطبيق الخلطة على بشرة الوجه، نحاول أن نطبق طبقة تكون سميكة نوعا ما، نركز خاصة على المناطق التي بدأت تظهر فيها تجاعيد، ترهلات أو خطوط رفيعة ودقيقة حول الفم، العينين وما إلى ذلك. نترك هذا الماسك تقريبا لمدة نصف ساعة أو أكثر إلى غاية ما نحس بالوجه مشدود تماما وبدأ يجف الماسك وتظهر فيه بعض التشققات، ونحاول ما أمكن أن نتجنب الضحك والتكلم. هذا الماسك يمكن اعتماده من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كحد أقصى، وهو صالح لكل أنواع البشرة. أما بالنسبة إلى تنظيف البشرة فيكون بماء فاتر يميل إلى البارد. إذن أخواتي، إلى حد هنا كما أقول لكم دائما، إذا كان لديكم أي تساؤل أو استفسار بخصوص الوصفات ما عليكم فقط التواصل معي عبر قسم التعليقات وسأرد عليكم بإذن الله. أما إلى هنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.